السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال في جزء معين عايزه اوتوكاد عشان تبدا تشتغل عليه، ففي موقع اسمه توبو اكسبورت يقدر يصدر لك الجزء ده للاوتوكاد. طيب تقدر تصدر دي اكس اف ده اوتوكاد، او بي دي اف، او اس في جي كصوره تقدر ان انت تعدل فيها. تقدر تصدر كل البيلدنج وكل الروتس. لو انت عايز الاشجار ينفع تصدر بس بفلوس، والبيلدنج شادو برضو فلوس. تقدر ان انت تسحب بحيث تحدد اي جزء اللي انت عايزه، تمام، اقل من 1 كيلومتر مربع ببلاش. انا بكده كان في مشروع كنا عايزين جزء كبير فصدرته على كذا جزء، تمام، ورحت مجمعه ما فيش اي مشكله خالص. طيب كل اللي انا هعمله ان انا هعمل كونفيرم الايميل بتاعي، هيبعت لي ايميل ادوس عليه بالشكل دوت. خلاص كده انا اكدت الايميل بتاعي واقدر ان انا اصدر الشغل بتاعي كملف دي اكس اف عادي. تمام، تقدر تعمل زوم او تكتب من السيرش على الجزء اللي انت عايزه، وهنا هتلاقي المايك سبورت لو انت صدرت حاجه قبل كده. تمام، هو التاني بقى بيوريني الخريطه تبقى عامله ازاي بالشكل دوت، وتقول له داونلود مايك سبورت. طيب خلينا نرجع تاني واعلم على البيلدينج وعلى الرود. تمام، ولو في 3 دي موديلنج ممكن برضه تحدد. تمام، طيب البيلدينج هنا في 3 دي بيقول لي الارتفاع. طيب خلينا نشوف ريفيو. خد وقت اكتر لان هو بيزود المعلومات المره دي. ظهرت بعض التفصيله اهيت، بحيث ان انت بقى تشوف انهي مشروع وتبدا تحطه معاك هنا. طبعا ده وفر معايا وقت كتير قوي. تقدر تقول له داونلود مايك سبورت يبدا ان هو يحمله لك، وتقدر ان انت تفتحه على الاوتوكاد وتشغل بيه عادي خالص. تمام، هنا هيصدر لي لو في حاجه 3 دي وبرده ال 2 دي. هقول له سيف. اهو الملف حجمه صغير خالص. وطبعا هيفتح على الاوتوكاد بدون اي مشاكل. هاي الملفات هي اتفتحت معانا اهوت، وتقدر تبص عليها 3D، والملف التاني برضه اهوت، او هتلاقيه واخد برضه شكل 3D، بس احنا قايلين له خلي كل الارتفاعات 3 متر. تمام، ادينا حصلنا على الاوتوكاد مجانا.